أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج حوار اليوم، والذي نناقش فيه التداعيات الإيجابية على الاقتصاد المصري نتيجة لقرار إلغاء القيود الخاصة بدخول القادمين من الخارج إلى مصر في إطار قرار الحكومة برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، وذلك بعد نجاح الدولة والجهات الصحية المختصة في مكافحة هذا الفيروس اللعين، وأيضا ارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس. رفع هذه القيود ستعمل بدورها على زيادة الحركة الوافدة وزيادة الموارد الاقتصادية بشكل كبير، حيث تسعى جميع دول العالم حاليا إلى رفع قيود السفر وتسهيل كافة الإجراءات على المسافرين. حول المردود الإيجابي على الاقتصاد المصري من هذا القرار يشرفنا أن نستضيف في حلقة اليوم من حوار اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير روزا اليوسف. بنرحب بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. نبدأ بالسؤال يعني المهم، كيف أثرت جائحة كورونا على مصر اقتصاديا، وهل انتهى هذا التأثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا طبعا أزمة كورونا أثرت على كافة دول العالم بشكل متباين. مصر كانت تأثيرات أزمة كورونا عليها تعتبر محدودة لحد مثلا النصف الثاني من العام الماضي 2021، يعني قبل النصف الثاني من 2021 كانت الأمور عندنا ماشية كويس، التأثيرات محدودة. هي طبعا كانت أثرت على حركة السياحة يعني بشكل ملحوظ شوية، ولكن ظلت معدلات النمو الاقتصادي في مصر تحقق أرقام إيجابية في ظل ما دول كتيرة جدا في العالم كان الاقتصادات بتاعتها بتعاني من الانكماش نتيجة أزمة كورونا. وده كان ناتج احنا يعني الصدمة الأولى بتاعت أزمة كورونا، يعني قدرنا ان احنا نتعامل معاها بشكل فيه كفاءة نتيجة ان احنا كنا بننفذ برنامج للإصلاح الاقتصادي. هذا البرنامج عزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الاقتصادية العنيفة اللي كان يعني أبرزها طبعا أزمة كورونا، لأنه أزمة كورونا أثرت على أشياء كثيرة جدا في اقتصادات دول العالم. عملت إغلاق، يعني في دول عملت إغلاقات للاقتصادات بتاعتها، وده أثر على معدلات النمو وعلى فرص العمل، زود معدلات البطالة. فزي ما قلنا أنه كثير من دول العالم تأثرت سلبيا، لكن إحنا كان عندنا التأثير الى حد ما مقبول او يعني مش كبير، نتيجه ان احنا الاغلاق عندنا كان اغلاقات جزئيه، يعني احنا كان في بعض ساعات اليوم هي بس دي اللي ما فيهاش عمل، ولكن ما كانش في اغلاق كلي، كانت المصانع شغاله والشركات شغاله. عندنا المشروعات القوميه اللي بتنفذها الدوله يعني في كافه ربوع المحافظات دي كانت شغاله وكانت مديه للاقتصاد حافز كبير جدا في انه يعدي هذه الازمه. يعني عندنا مثلا مشروعات صناعيه كبيره بيتم تنفيذها، مثلا زي مصنع السكر، زي المصانع بتاعه النسيج، زي كافه هذه المشروعات كان يعني الشغل فيها شغال على قدم وساق، وكان الدوله عندها حرص انها تنفذ هذه المشروعات بشكل سريع علشان تقدر تعزز من الانتاج. ايضا مشروعات البنية التحتية، وهذه المشروعات مش احنا بس اللي اهتمينا بيها في فترة ازمة كورونا وما قبلها، ولكن مثلا اقتصاد زي اقتصاد الصين. نعم. لما نتكلم على اقتصاد الصين مثلا هيبقى في استغراب لدى البعض انه الصين هي اللي بدأت فيها كورونا، والصين هي اسرع دولة يعني تجاوزت تأثيرات ازمة كورونا، وده كان ناتج عن انه مبدئيا الصين حولت المحنة لمنحة زي ما بيقولوا، انه بعد ما عملت اغلاق في المقاطعات اللي حصلت فيها كورونا قدرت انها يعني تستوعب او تقلل نسب الاصابه بها بشكل كبير جدا، وبعد كده بدات تفتح المصانع انها كمان تصنع وتصدر اللي هي المنتجات الطبيه والحاجات اللي هي الخاصه بفيروس كورونا، فقدرت انها تواجه هذه الازمه، اضافه الى الاهتمام بالبنيه التحتيه انه توسعت بشكل كبير جدا في مشروعات البنيه التحتيه علشان تقدر انها تنعش السوق وتحقق فرص عمل بالنسبه لمواطنيها. ففي اعتقادي ان احنا الازمه لغايه النص الاول من 2021 احنا كنا ماشيين كويس جدا. تمام. طيب يعني هذا القرار يا استاذ احمد في تقديرك هل هو قرار نهائي ولا هو قرار مرحلي؟ يعني بعض الدول بعد انتهاء جائحه كورونا بشكل نسبي
عادت إليها الأزمة مرة أخرى. الصين كان هناك إغلاق لشنغهاي لمدة طويلة، يمكن انتهى قريبا يعني، وشنغهاي مدينة كبيرة جدا، مساحتها وعدد سكانها يقارب عدد سكان دولة 25 مليون. صحيح. الأسبوع الماضي في إنجلترا بلغت الإصابات في أسبوع 1.5 مليون، فهناك احتمالية أيضا أن يحدث انتكاسة فيما يتعلق بهذا الأمر. هل هذا القرار مرحلي ولا هو قرار نهائي لا رجعة فيه نتيجة يعني حماية الاقتصاد المصري؟ هو طبعا ما فيش قرار اسمه قرار نهائي لا رجعة فيه، لأنه هو مرتبط بالتطورات، لأنه لو مثلا لو أزمة كورونا رجعت تاني بشكل كبير، فهتضطر أنه لازم تعمل هذه الإجراءات مرة أخرى، أن أنت تطلب تحليل اللي هو البي سي آر، أنك يعني تشترط على اللي جاي ده على الوافد أنه يقعد مثلا أسبوع أو غيره في مكان ما يخرجش منه، أو يعني يبقى تحت مظلة كده، أنه يبقى مثلا لو حصل انه عنده كورونا ما يعملش اصابات كبيره في او ما يعملش ما يساهمش في انه يزيد الفيروس او يزيد الجائحه في البلد. فاعتقد انه في يعني ده قرار بيخضع للظروف اللي لظروف الجائحه ولظروف الفيروس. احنا شايفين دلوقتي انه في انكماش في عدد الاصابات بشكل كبير جدا، سواء يعني داخل الدوله او في العالم. كل الاهتمام دلوقتي بقى على حاجة تانية خالص، تأثيرات الأزمة الأوكرانية الروسية وامتداداتها الاقتصادية على العالم. في اعتقادي أنه هذا القرار قرار يعني نقدر نقول أنه يرتبط بظرف، أنه دلوقتي الإصابات بتاع فيروس كورونا تراجعت بشكل كبير في العالم وده استدعى أنه احنا لازم نعمل ده، علشان لازم يعني نشيل الإجراءات دي علشان نقدر ان احنا ننعش حتى حركة السياحة، لان احنا عندنا دلوقتي أزمة في النقل الأجنبي. طيب، على ذكر السياحة، يمكن هذا القطاع تحديدا أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كورونا. هل تعتقد بعد رفع هذه القيود كاملة أن تعود السياحة إلى ما كانت عليه قبل هذه الأزمة؟ وفي هذه الحالة هل يؤثر هذا القرار في تدفقات العملة النقدية الأجنبية، العملة الصعبة، لأن هذه أصبحت أزمة حاليا في مصر فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية؟ هو هيعمل يعني نقدر نقول بعض التدفق في حركة السياحة، ولكن مش هيعيد حركة السياحة لما قبل أزمة كورونا، لأنه احنا عندنا أزمة أكبر في الوقت الراهن، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية. احنا عندنا تقريبا حوالي 30% من السياحة الشاطئية أو أكبر أو أكتر من النسبة دي بتيجي من روسيا ومن أوكرانيا. دلوقتي في ظل الحرب القائمة ما بين روسيا وأوكرانيا، فحركة السياحة متأثرة نتيجة أنه طبعا ما فيش حد هتبقى دولته فيها حرب، وهيبقى يعني بيفكر أنه يروح يستجم أو يطلع سياحة أو غيره. في بعض الفئات ما زالت، او في سائحين روس واوكرانيين ما زالوا بيجوا، ولكن باعداد اقل من الاعداد اللي هي في السنوات السابقه. فاحنا لسه متاثرين، ولكن هذا القرار اللي هو ايقاف العمل بالاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا في المطارات والوافدين، في تصوري انه هيزود حركه السياحه نسبيا، وهيساهم في انه يعني يكون في تدفقات للنقل الاجنبي اكبر من الحاليه بالنسبه لحركه السياحه. زي ما حضرتك ما بتقول، طبعا احنا عندنا في مشكله كبيره، مشكله النقل الاجنبي. انا قلت لحضرتك ان احنا قدرنا نستوعب ازمه كورونا لغايه النص الاول من العام الماضي. تمام. ولكن من النص الثاني او من الربع الاخير من عام 2021 وحتى الان احنا بنعاني اشد المعاناه نتيجه أزمة خلقتها كورونا وأزمة اللي هي الروسية الأوكرانية. الأزمة اللي خلقتها كورونا وهي أزمة سلاسل الإمداد في العالم، اللي يعني حصل فيها مشاكل كبيرة جدا، مشاكل سلاسل الإمداد تتعلق بحركة الشحن والتصنيع في دول العالم. نتيجة الإغلاقات بتاعت كورونا حصل فيها اختلال في انه يعني مثلا حركه الشحن ما بين الدول وبعضها تاثرت، لانه في الكثير من المصانع اللي كانت بتعمل الحاويات مثلا توقفت لفتره طويله، ده قلل من حجم الحاويات اللي موجوده. ايضا كثير من شركات الشحن اغلقت ابوابها في فترات معينه في يعني وقت ازمه كورونا ووقت الاغلاقات، وده ايضا اثر على حركه الملاحه وزود من اسعار الشحن البضائع. فده كله عمل ازمه وعمل ارتباك في حركه البضائع عالميا. ده رفع الاسعار، عمل في معدلات تضخم بدات تبان عالميا في يمكن مثلا من بدايه 2021،
ولكن احنا لانه كان في بعض المصانع وبعض الشركات عندها مخزون، ما بدأتش الأسعار ترتفع معانا غير في الربع الأخير من العام الماضي، وظلت في الارتفاع. يعني احنا دلوقتي معدل التضخم تقريبا 14.5-15%، وده معدل تضخم كبير للأسف. ولكن احنا للأسف يعني المؤثرات الدولية هي اللي أثرت علينا في مسألة الأسعار وفي مسألة الاختناق او المشكله الكبيره اللي احنا بنواجهها في العمله في الوقت الراهن. تمام. طب يعني على ذكر التضخم، يعني هو يقال طبعا ان هذه الجائحه كانت هي السبب الرئيسي في زياده معدلات التضخم. عايزين حضرتك تعرف الساده المشاهدين ما هو التضخم، يعني معنى التضخم، وكيف نحل ازمه التضخم او نقلل من قيمه التضخم. التضخم ببساطة كده ممكن يعني نقول ان هو تأكل القيمة الشرائية للعملة. يعني بعد ما كانت مثلا الجنيه بيجيب فرخة، دلوقتي بيجيب نص فرخة، بعد شوية يجيب ربع. فده هو التضخم، تأكل القيمة الشرائية للعملة او ارتفاع الاسعار. يعني ببساطة شديدة ارتفاع الاسعار. احنا عندنا معدلات ارتفاع الاسعار للأسف طبعا بتتزايد، وزي ما حضرتك قلت ان كورونا كان سبب رئيسي. انا كنت لسه بقول لحضرتك ازمه حركه الامداد والشحن اللي موجوده في العالم دي كانت السبب الرئيسي في انه الاسعار بترتفع في العالم، وانه كان موجه الارتفاع ده او الموجه التضخميه دي كانت جايه لنا، وكان الناس كلها متوقعه بيها، وكنا يعني مستعدين لها بشكل او باخر، لانه معنى انه في تضخم عالمي ده هيأثر عليك في مسألة العملة. ليه بقى؟ لأنه احنا بنستورد جزء كبير جدا من احتياجاتنا من السلع الغذائية، سواء القمح، جزء كمان معتبر من المواد البترولية اللي احنا بنستخدمها بنستوردها من الخارج. فمعنى انه أسعار تزيد، ان الحاجة اللي حضرتك كنت بتنفق عليها دولار هتنفق عليها دولار ونص واتنين دولار. تمام. وده اللي بان في النص الأول من السنة دي، لأنه احنا مثلا لو كنا بنستورد في نص السنة بحدود مثلا 35 مليار دولار، في نص السنة هتلاقي ان احنا مثلا بقوا 50-60 مليار دولار، لانه اسعار البضائع عالميا زادت. تمام. فانت بقى انفاقك علشان تجيب الحاجات الاساسية بتاعتك مرتفع بشكل كبير، وده لا يتماشى مع ايراداتك من النقد الاجنبي، لانه ايراداتنا من النقد الاجنبي ما زالت الى حد كبير يعني زي ما هي، او تأثرت طبعا نتيجة انه حركة السياحة متأثرة. ولكن عندك النفقات على استيراد السلع الأساسية، القمح، مواد بترولية، الزيوت، ده كله هو اللي تسبب في مسألة ان احنا عندنا دلوقتي مشكلة في كمان في النقد الأجنبي، ان احنا نوفر اعتمادات ونوفر احتياجات هذه السلع الهامة. فالبنك المركزي اضطر انه ياخد من الاحتياطي، عندنا كان وصل ل 41، دلوقتي في حدود 34-35 مليار دولار. تمام. طب اسمح لنا استاذ احمد يعني نستكمل هذا الحوار بعد عرض لتقرير اعده الزملاء في اسره الاعداد، ثم نعود في هذه الحلقه من حوار اليوم. لم يعد اصطحاب شهادة رسمية معتمدة بشأن التحصين بكامل الجرعات شرطا لدخول مصر أو نتيجة تحاليل البي سي آر ضد فيروس كورونا المستجد، بعدما أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إلغاء قيود دخول الأجانب والمصريين. القرار سيعمل على زيادة أعداد السياح وتوافد الأسر بشكل كبير، وزيادة الموارد من العملة الصعبة ومردودها على الاقتصاد والعاملين في القطاع الصحي. قرار الإلغاء على دخول المصريين والأجانب إذا كان يتماشى مع انحسار الفيروس والإصابات عالميا فإنه يعمل على انتعاش السياحة والاقتصاد، ويعتبر القرار الأهم طوال عامين بخصوص كورونا. التحديات السلبية لانتشار الفيروس أثرت بالسلب على الاقتصاد، لكن ما قامت به الحكومة من تحديث للبنية التشريعية أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021، في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري. وعلى الرغم من الجهود السابقة، إلا أن عمل القيادة السياسية والحكومة ومحاولات النهوض اصطدمت مؤخرا بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا، والتي ما لبث العالم أن يتعافى جزئيا من أثارها، حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى ألقت بظلالها على معدلات النمو
وأثرت سلبا على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حوار اليوم مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد زغلول المتخصص في الشأن الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير روزا اليوسف. أستاذ أحمد، يعني هناك متغير جديد فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري بيعتمد على العملة الصعبة خصوصا الدولار الأمريكي، وهو اللي بيتم حساب بقية العملات على أساس قيمته فيما يتعلق بالجنيه المصري. يعني حدث جديد فيما يتعلق بالاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الدولار هو رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي ومقادير كبيرة جدا، يمكن تاريخية. صحيح. آخر رفع كان 75 نقطة أساس، وده رفع يعني قيمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالفائدة. في تقديرك هل يؤثر هذا الأمر على الاقتصاد المصري، وإيه هي آليات المعالجة إذا كان هناك تأثير سلبي؟ هو طبعا البنك المركزي الامريكي كده رفع الفائده 3 مرات خلال العام الجاري. نعم. الاول ربع وبعدين نص وبعدين 75%. نعم. انا عايز اقول لحضرتك انه السندات الفائده على السندات الامريكيه ارتفعت تقريبا بنسبه 100% خلال السنه دي. هي كانت في حدود 1-1.5، دلوقتي في حدود 3. يمكن 3% فائده على عملات تانية قليله جدا. احنا عندنا العائد على، لكن معدل الأمان على الدولار الأمريكي هي أعلى. صحيح. طبعا معدلات أمان يعني. فلما ترتفع بنسبة 100% دي كارثة بالنسبة للأسواق الناشئة. ليه بقى؟ لأنه بيمتص كل الاستثمارات الأجنبية اللي موجودة في أدوات الدين اللي في الأسواق الناشئة. يعني عندنا احنا في مصر كان في استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في أذون الخزانة والسندات اللي هي بتطرح بالعملة المحلية. تمام. كان المستثمر بيدخل يدي مثلا لأي بنك مليار دولار، ياخد قصاده 15-16 مليار جنيه ويدخل يشتري بيهم أذون خزانة أو سندات اللي هي بتطرح بالعملة المحلية، وهو خارج بيبقى في شرط كده البنك المركزي عامله أنه وهو خارج بيخرج بالدولار برضو، بيخرج بالعملة اللي هو دخل بيها. تمام. زائد أرباحه. كويس. فكانت الناس بتدخل لأنه إحنا العوائد عندنا كانت كويسة. ولكن لما أمريكا رفعت أسعار الفايدة عندها فارتفعت زي ما قلنا الفايدة على سندات الخزانة الأمريكية ل 3%، وده ضعف اللي كانت بتديه في من حوالي 6 شهور. فده خرج هذه الاستثمارات من السوق المصرية. ومش بس احنا، لا يعني كل أسواق الناشئة حصل فيها هذا الخروج. هي دي بعتبرها يا أستاذ أحمد استثمارات ولا نوع من القروض؟ يعني ايه توصيفها بالضبط؟ يعني إذا كان هو المستثمر أو المستثمر الأجنبي بيشتري سندات، فهي سندات أولا وأخيرا أدوات دين. أدوات دين يعني. ولا نعتبرها استثمار لأن هي برضو فلوسها بتروح في مجالات استثمار؟ صحيح. هو بص احنا بنعتبرها استثمار لأنه يعني الهدف منها أنه أو هدف المستثمر منها أنه بيدخل يستثمر فلوسه، فهي نوع من أنواع الاستثمار، ولكن هي أدوات دين. احنا بناخد وبندي فايدة على هذه الأموال. تمام. فكانت هذه الأموال بيتم إدارتها بحيث أنه تحقق عوائد في الفترات اللي فاتت، لأنه طبعا المستثمرين كانوا بيحطوا الفلوس دي لفترات بتوصل لسنة، فتقدر تستثمرها في أي حاجة تجيب منها عوائد من هذه الأموال العوائد، وكمان بتبقى ضمنالك أنه في سيولة بالنقد الأجنبي متاحة بشكل، لأنه كان مستثمر بيخرج واحد بيدخل مكانه، فكان مثلا 15 بيبقوا 20-21 مليار دولار، دول كانوا الى حد ما ثابتين. ولكن طبعا بعد ما تم رفع الفائده الامريكيه دلوقتي تقريبا في حوالي 16-17 مليار دولار خرجوا. فاذا احنا عندنا ادوات الدين الحكوميه دلوقتي ما فيش، يعني اذا كان في مليار دولار. لكن كان في اجراء قبل رفع القيود على كورونا وهذه الاحداث، كان في تساؤل حتى في الشارع عن هذا الإجراء، وهو وثيقة ملكية الدولة، والحديث عن أن هذه الملكية ربما تكون وسيلة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ووضع هذه القيمة، قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في قيمتها الحقيقية. في تقدير حضرتك يعني بعد إصدار هذه الوثيقة وتحديد ملكية الدولة وكيفية استثمارها، هل يؤثر هذا الأمر فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي وبالتالي بيحسب عليه عوامل كثيرة جدا في تحسين حالة الاقتصاد المصري؟ هو مبدئيا وثيقة ملكية الدولة اللي الحكومة أعلنت عن المسودة الأساسية بتاعتها دي بتيجي في إطار الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الإصلاح الهيكلي.
هذه الوثيقة ببساطة كده بتحدد ملكية الدولة في المشروعات. فالدولة بتقول ان انا في بعض المشروعات يا جماعة انا هخرج منها خالص واسيبها للقطاع الخاص، وفي مشروعات تانية انا هبقى داخله مساهمة مع القطاع الخاص، تمام، وفي مشروعات انا هفضل موجودة فيها مش هقدر اخرج منها. يعني عدد من المشروعات او القطاعات زي مثلا الرعاية الصحية، الاعلام، الحاجات دي الدولة مش هتخرج من، يعني مش هتيجي مثلا تباع الصحف القومية والتلفزيون مثلا، مش هتيجي تبيع المستشفيات. ففي بعض الاستثمارات هي ثابتة عندها، لا انا مش يعني مش هتخلص من هذه الاستثمارات، انا موجودة فيها بشكل. طب والسكة الحديد مثلا والخدمات من ضمن الحاجات، ولكن ممكن تشارك في، يعني ممكن تدخل، يعني مش هتسيبها للقطاع الخاص، ممكن تدخل في المشروعات اللي هي تبقى ما بينها وبين القطاع الخاص. تمام. وفي مشروعات هتسيبها خالص للقطاع الخاص، مثلا صناعات مثلا هندسية، صناعات إلكترونية، صناعات غيره، ده ممكن تسيب ده للقطاع الخاص. وفي مشروعات من الدولة هتبيعها خالص للقطاع الخاص في هذا الإطار. فهي عملت كده ليه؟ عملت لأنه إحنا كلام كتير كان بيتقال إنه الحكومة والدولة بتزاحم القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولكن أنا في وجهة نظر إن إحنا في فترة من الفترات كان مهم إنه يبقى فيه موجود استثمار حكومي في كثير من القطاعات، لأنه أحيانا القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي بيبقى باصص لمصلحته هو الشخصية وأرباحه هو فقط. تمام. فكان من المهم أن الدولة تدخل وتعمل شركات وتعمل مشروعات علشان تقدر توفي احتياجات السوق من السلع والخدمات المختلفة. لكن في الفترة المقبلة اتعملت هذه الوثيقة علشان الدولة تقول إحنا يا جماعة إحنا هنستثمر في هذه الأمور، وهذه الشركات اللي موجودة عندنا في الحاجات التانية لأن هنبيعها خالص لأن هنشارك القطاع الخاص، والقطاع الخاص احنا يعني فتحل له الأدرع انه يعني يستثمر كيفما يشاء في الدولة. بالعكس احنا بنعمل خطة اقتصادية واجتماعية كل سنة بنستهدف انه القطاع الخاص يعزز من استثمارات، ولكن في الغالب ما بيحطش نفس المستهدف اللي حطها الدولة. هذه الوثيقة مهمة ليه بقى؟ لأنه احنا كمان هذا الامر بينا، يعني في مؤسسات الدوليه بتبص علينا فيه زي مثلا صندوق النقد الدولي. تمام. احنا دلوقتي بنتفاوض مع صندوق النقد الدولي علشان ناخد تمويل جديد في حدود مثلا 4 أو 5 مليار دولار. تمام. من ضمن الامور المهمه اللي مرتبطين بيها مع الصندوق في المفاوضات مساله وثيقه ملكيه الدوله دي، لانه احنا يعني علشان يبان ايه اللي احنا هنستثمر فيه كحكومة وايه الحاجات اللي هنسيبها للقطاع الخاص. يعني نظر على هذا القرار برضو استاذ احمد، يعني في كل دول العالم الدولة شريك اساسي في التنمية في الدولة وخارج الدولة. صحيح. يعني بصورة مباشرة او غير مباشرة، يمكن عندنا هناك صناديق خاصة وسيادية، اعلى صندوق في العالم هو صندوق التقاعد النرويجي، وبعده مجموعة من الصناديق الخليجية هي صناديق سيادية مملوكة للدولة تستثمر في جميع مناحي الحياة. صحيح. يعني هل انسحاب الدولة من بعض المجالات يعني هو قرار يعني جبري، يعني كان لابد أن تتخذه الحكومة، ولا كان الطريق الصحيح أن نسلك سلوك بعض الدول الشقيقة زي الإمارات العربية مثلا في إنشاء صناديق سيادية، وهذه الصناديق تدير المشاريع بشكل يعني في كفاءة عالية فيما يتعلق بالأرباح والخسائر وكده؟ هو إحنا هذه المسألة مسألة مهمة برضو حضرتك، يعني يعني حطيت ايدك على نقطة فيها اختلافات في الرأي كبيرة جدا، ولكن اللي انا عايز اقوله انه آليات السوق الحر بتقول ان الدولة تبقى رقيب فقط، يعني تبقى يعني تهيئ المناخ القانوني والاجراءات اليسيرة لكل اللاعبين في السوق، لكل المستثمرين، وتبقى رقيب واللي يغلط يتقطع رقبته. كويس. واللي يعني لو في اي شركه حصل مثلا اتفاقات احتكاريه، حصل مش عارف ايه، الدوله تدخل بقوه وتوقف هذه الاجراءات لصالح السوق ولصالح البلد. تمام. ولكن يعني عمليا دول العالم كلها بما فيها الولايات المتحده الامريكيه اللي هي يعني راعيه الراسماليه، ولا عندها استثمارات مملوكه للدوله في خبريات الشركات، يعني لوكهيد مارتن وغيرها من الشركات الأسلحة. طبعا لما بتحصل أي أزمة ولا حاجة بتلاقيها بتدخل تشتري. نعم. وزي ما حضرتك ما بتقول مسألة الصناديق السيادية، ولكن احنا فطرنا لهذا هذه المسألة بتاعت الصناديق السيادية مؤخرا. احنا أنشأنا صندوق سيادي بالفعل من حوالي سنتين. نعم. ولكن الصناديق السيادية في الأساس يعني الفلسفة بتاعتها
لما اتعملت عمل اول صندوق تقريبا كان في الكويت، وكان الهدف منه إدارة السيولة المتاحة، يعني عندنا فلوس زائد عندهم، يعني عندنا فلوس، فيبقى من خلال صندوق سيادي يقدر يدخل يشتري ويبيع في حاجات معينة، يدخل في أنشطة مختلفة في دول العالم علشان يقدر يحقق إيرادات على هذه الأموال. ولكن عندنا احنا عملنا صندوق سيادي يعتبر سلالة جديدة من صناديق السيادية، وهو يدير أصول للدولة يقدر من خلالها يحقق فوائد ويحقق سيولة زيادة. ولذلك فهو دخل علشان يطور في بعض المشروعات الخاصة بالسياحة، يطور في مشروعات الصناعية، دخل مؤخرا في مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع بعض الشركات الأجنبية اللي هيتعمل في السخنة، وبدأ يعني يدخل في مشروعات علشان يحقق فوائد للدولة من هذه المشروعات. نعم. أو من إعادة تطوير الأصول اللي مملوكة للدولة. ففي اعتقادي أنه هذا يعني هذا الصندوق أيضا داخل في مشروعات أو داخل في شركات من الشركات اللي هتتخرج منها الدولة. تمام. لأن الصندوق السيادي مبدئيا ما بيعتبرش حكومة، يعني دائما الصناديق السيادية تعتبر أنه أذرع اقتصادية وشغالة في السوق بعقلية القطاع الخاص. فاحنا الصندوق السيادي هتلاقيه انه يعني بيدخل يشارك في بعض الشركات اللي موجوده اللي مملوكه للحكومه، ولكن ده معناه انه الشركه اللي هي القطاع العام خلاص بقت شركه مساهمه، بقت ممكن يطرح جزء منها في البورصه، بقى ممكن مثلا يجي شريك او مستثمر اجنبي يدخل ياخد حصه منها وغيره. تمام. طب هو نعود برضو لمساله رفع القيود. احنا اتكلمنا على السياحه، والسياحه يمكن اكثر قطاع تضرر من القيود على كورونا. في تقدير حضرتك ما هي القطاعات الأخرى التي من الممكن أن يحدث فيها قدر ملحوظ من الانتعاش نتيجة لرفع هذه القيود؟ والله هو يعني رفع القيود في الغالب هو يعني هو مستهدف السياحة بصفة أساسية. تمام. لأنه هو دخول المواطنين وخروجهم بدون أي قيود في اعتقادي أنه المستهدف الأساسي منه هو حركة السياحة. وزي ما احنا ما قلنا هو لو عملت تنشيط للسياحة فانت عملت الأنشطة تانية كتير جدا. ما هو احنا السياحة بيرتبط بها أنشطة اللي هي بتاعت الصناعات الغذائية والنقل وغيره. ففي اعتقادي انه لو حصل حراك في الأنشطة السياحية فده ممكن يؤثر بشكل إيجابي على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. ولكن هو الأساس انك تمشي حركة السياحة شوية في ظل اللي هو يعني القيود دي او الاغراءات دي كانت بتحد شويه من دخول او من السهوله بتاعه حركه السياحه. لانه لما بتطلب البي سي ار او اللي هو الشهاده بتاعه التطعيم، او انه يقعد مثلا اسبوع او فتره معينه في اقامه يعني ما يخرجش او غيره، ده كله كان اجراءات بتحد من دخول السائحين. ولكن في اعتقادي بعد الغاء هذه الاجراءات هتسهل الامور بشكل اكبر، ونتمنى انه الازمه الروسيه الاوكرانيه تخلص يعني باسرع وقت او يحصل. يعني هو ده طبعا كلام بعض الناس بتشكك فيه، ان هو الهدف من هذه الازمه هي الاطاله واستنزاف روسيا من جانب اوروبا والولايات المتحده. دي وجهه نظر يعني، ولكن هو يقال برضو استاذ احمد ان المصائب يعني بتعظم بعضها، يعني اذا كان في أزمة بتبقى لوحدها، لما تيجي أزمة تانية بيعظموا تأثيرهم يعني. فإذا كنا جزئيا انتهينا بشكل أو بآخر من أزمة كورونا، يعني هل يقلل هذا من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية؟ خصوصا مصر دي من أكبر الدول المستهلكة للحبوب وخصوصا القمح، يعني هل من الممكن رفع هذه القيود يكون ليه تأثير برضو على التخفيف من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟ هي ممكن نسبيا، يعني هو تخفيف القيود معناها انه أزمة كورونا بدأت تأثيراتها تتلاشى شيئا فشيئا. ولكن للأسف انه أزمة كورونا عملت مشكلة لسه بتتعالج، اللي احنا بنقول عليها مشاكل سلاسل الإمداد. هي دي اللي مأثرة على أسعار السلع عالميا، هي دي الموجة بتاعت ارتفاع الأسعار اللي كانت يعني اللي احنا كنا منتظرين انها تجينا تخلي مثلا معدل التضخم يوصل 9% 10%. كانت اغلب المؤسسات الماليه وبنوك الاستثمار بتقول انه مثلا مصر ممكن معدل التضخم فيها يوصل لاخر السنه ل 9%، احنا كنا في حدود 5 او 6. يعني الازمه بتاعت سلاسل الامداد هتوصلنا ل 9، فدي كان فيها يعني انك تبقى محتملها. ولكن لما جت الازمه الروسيه الاوكرانيه احنا وكاننا في وسط روسيا واوكرانيا، يعني وكاننا يعني مش في افريقيا، لا احنا في وسط روسيا واوكرانيا. ليه بقى؟ لان احنا في خصوصيه في العلاقه. احنا الاكبر مستورد للقمح في العالم،
ده غير السياحه يعني. ما هو ما انا بقول لحضرتك احنا اكبر مستورد للقمح في العالم. طب مين منتجين القمح في العالم؟ روسيا واوكرانيا. انت بتستورد من الاثنين، ودلوقتي روسيا قافله على اوكرانيا حتى انها انها تورد الشحنات اللي متعاقد عليها مصدقا. تحصد القمح يعني، تحصد القمح في المزارع. ولا ده في سفن كتيرة جدا بتبقى طالعة يعني بتوقفها وخلاص ما بتوصلش. وللأسف احنا كان جزء من الاحتياطي بتاعنا تعاقدات مع اوكرانيا ومع روسيا. فاذا جزء من الاحتياطي تقدر تقول انه حصل فيه مشكلة. وبعدين لو الأزمة دي كانت جات قبل حتى موسم زراعة القمح اللي فات، كنا ممكن نقدر نقول ان الدولة كانت تزود شوية المحفزات انه تخلي زراعة القمح تبقى، ولكن جت في نص الموسم بتاع يعني كان خلاص القمح اتزرع وموسم الحصاد كان قرب. فاحنا هذه الازمة يعني نقدر نقول انها برضو ممكن بتدينا مؤشر ان احنا لازم في بعض الحاجات نعظم انتاجنا منها، زي مسألة القمح. لانه لازم يحصل تكيف. نفترض ان الازمه الروسيه الاوكرانيه اصله هي حتى لو اتحلت بعد اسبوع، التاثيرات والعقوبات المفروضه على روسيا من جانب دول الغرب هتفضل مأثره على المنطقه مثلا سنتين ثلاثه قدام. فانت ما عندكش حل غير انك تتكيف. تتكيف ازاي؟ ان انت تبدا تزود انتاجك من القمح، تبدا تتعامل على انه تفتح اسواق جديده للسياحه. شوف بقى الأسواق الأوروبية، تحاول تزود المحافظات بحيث أنه حركة السياحة ترجع تنشط تاني بشكل كبير، لأنه أنت هتفقد جزء كبير من السياحة. وإحنا كنا تعاملنا مع ده على فكرة سابقا، يعني لما الطيارة الروسية كانت سقطت في سيناء وروسيا كانت وقفت حركة السياحة سنتين ثلاثة أو أكتر، كنا تعاملنا مع ده وبدأنا بدأنا نتوائم معاه شوية، بدأنا نفتح أسواق جديدة. لازم موضوع السياحة، حركة السياحة، وموضوع إنتاج القمح، لأنه إحنا كل دول العالم بما فيها في تقرير أمريكية يعني بتكلم على إنه مصر هي أكثر دولة في العالم تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية. أكثر دولة، لأنه إحنا المستورد الأول للقمح في العالم، ودلوقتي ده في أزمة كبيرة جدا، إضافة طبعا لحركة السياحة والتأثيرات. يعني ده اللي فيه الخصوصية، التأثيرات طبعا بتاعت الأزمة فيما يتعلق بمسألة أسعار النفط عالميا، ده برضه أثر علينا بشكل كبير، لأن احنا ما زلنا بنستورد اللي هو الزيت، الزيوت يعني النفطية زي مثلا وقود السيارات أو السولار أو غيره، ما زلنا بنستورد كميات كبيرة منه من الخارج، فده بيأثر علينا بشكل كبير في السوق المحلية. وكنا الحمد لله إن احنا مثلا الغاز دلوقتي احنا بنصدر، فده ممكن يعمل لنا يعني او يجنبنا جزء من الفاتوره اللي كانت هتبقى صعبه جدا. عموما في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى السلامه لمصر وللعالم اجمع. نتمنى ان تعبر مصر هذه الازمات يعني بقوه وباصرار ان شاء الله وبخير باذن الله تعالى. لكن انتهت هذه الحلقه اعزائي المشاهدين من حوار اليوم. في الختام اشكر ضيفي الكريم في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ احمد زغلول المتخصص في الشان الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير روزا اليوسف. شكرا جزيلا لك استاذ احمد. شكرا جزيلا فندم. اعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقه نشكر لكم حسن المتابعه والى لقاء قريب.